هذه الورشة التي تتضمن خياطة العلم الوطني والتي تتكون من مجموعة من المتربصات عن طريق التكوين المهني ومتربصات خاصة بالاتحاد النسائي، وهي فضاء مفتوح لتعزيز قيم المواطنة وحفظ الراية الوطنية. كذلك ستستفيد المتربصات في هذه الورشة من خياطة دورات تكوينية في الخياطة الجاهزة. تستمر الفعاليات إلى يوم الخميس بتنظيم حملة تحسيسية وإعلامية لفائدة المهنيين على مستوى حي بندومة. حي بندومة الذي يعرف تواجد عديد المهنيين من هذا القطاع، حيث ستكون لنا ولهم الفرصة في التقرب وشرح كل ما تقدمه الغرفة من نشاطات.